تعرفوا معنا على القصر الأحمر وسبب بنائه. القصر الأحمر هو قصر تاريخي وأول المباني التي تم تشييدها بمواد الإسمنت والحديد المسلح في مدينة الرياض. تم تشييده في عام 1942 ليكون سكناً للأمير سعود بن عبد العزيز وأسرته بعد احتراق قصره في المربع، وليكون مجلساً لاستقبال ضيوف المملكة من قادة وحكام الدول، وكان المقر الأول لمجلس الوزراء منذ تأسيسه حتى عام 1988. كان الأمير سعود بن عبد العزيز آنذاك يسكن في قصر ملاصق لقصر والده الملك عبد العزيز من جهة الجنوب، ويفصل بينهما سور. وفي إحدى الليالي اشتعل حريق في غرفة المؤن بقصر الأمير سعود، وبدأ ينتشر في القصر المكون من طابقين، واستمر الحريق حتى اليوم الثاني، ما اضطر الأمير سعود للانتقال مع أسرته للعيش في قصر الضيافة والذي لم يتسع له ولعائلته. عندها أمر الملك عبد العزيز ببناء القصر الأحمر لابنه وولي عهده آنذاك الملك سعود بن عبد العزيز، وقام الملك عبد العزيز بتحديد موقع القصر الأحمر، وبدأت أعمال البناء في 1943، وتم الانتهاء منها في عام 1948، واستقر به الملك سعود لخمس سنوات، ثم انتقل إلى قصر الناصرية، وأصبح القصر الأحمر مقراً رسمياً لانعقاد مجلس الوزراء به. ويصنف القصر على أنه واحد من المباني التاريخية في العاصمة السعودية بالرياض، حيث يفوق عمره 70 عاماً، وهو أول قصر استعمل لبنائه الحديد والإسمنت في السعودية. وشهد القصر على مراحل تأسيس المملكة العربية السعودية، وعقدت فيه أول جلسة لمجلس الوزراء، وتم فيه استقبال الوفود الخارجية ورؤساء الدول. وقد وهبه الملك سعود للدولة، حيث اعتمد كمقر لمجلس الوزراء في عهد الملك فيصل والملك خالد وسنوات من عهد الملك فهد. وبعد انتقال مجلس الوزراء إلى قصر اليمامة في العام 1988، أصبح القصر مقراً لديوان المظالم. صنف قصر الأحمر كأحد معالم التراث العمراني في السعودية من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعمل على تطويره وترميمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتحويل القصر إلى متحف ليشهد على مراحل تأسيس الدولة السعودية، ويكون منصة لعرض وحفظ تاريخ الملك سعود ومقتنياته إلى جانب ملوك الدولة السعودية الأخرى. وتم افتتاح القصر كمتحف في عام 2017، والقصر مميز بلونه الخارجي المائل للإحمرار، ولذلك سمي بالقصر الأحمر، وهو يضم 16 جناحاً.